الكثير من المعلومات، القليل من وجهات النظر. اهلا وسهلا بحضراتكم كل مشاهدينا في مصر وفي الوطن العربي الكبير. حلقه جديده وسهره جديده من هاتريك على اون تايم سبورتس. سوبر خارج التوقعات بدون نقاش، لانه اربع فرق وصلت الى السوبر، وصلت الى الامارات في حفاوه كبيره، في تغطيه ان شاء الله تكون استثنائيه من اون تايم سبورتس، في جو كوره حلو جماهيري صاخب. المدير الفني النهارده يورتشيتش، المدير الفني للبيراميدز، بيتفاجأ بهذا الكم من الصحفيين المصريين موجودين لتغطيه المباراه، وبيقول يا ريت كان في مصر الكلام ده في غير مبارياتنا مع الاهلي والزمالك. وبالتالي السوبر بكل تفاصيله يبقى مثير ويبقى خارج التوقعات تماما. من بدايه المباريات بكره ان شاء الله، الزمالك مع بيراميدز والاهلي مع سيراميكا كليوباترا، نقول لحضراتكم كل الكواليس وكل التفاصيل الموجوده في الوقت الحالي. جوميز المدير الفني للزمالك، ولاول مره تقريبا من وقت توليه مسؤوليه تدريب الفريق وحتى الان، يبقى تدريب الزمالك بهذا الشكل اللي هو المراوغات كثيره جدا. الراجل كان متعود انه في المباريات الكبيره اللي هيلعبها بيراميدز، الاهلي، مباريات افريقيه، كان بيكون التمرين رقم واحد بعد نهايه اخر مباراه لغايه الماتش اللي جاي. التمرين واحد تقدر تفهم بالظبط التشكيل هيكون عباره عن ايه، لكن هي المره الاولى اللي يكون اي حد بيتفرج على تمرين الزمالك من ساعه رجوعه من الاجازه بالمباريات الوديه ولحد النهارده مش قادر يفهم بالظبط ايه اللي بيحصل، الراجل قناعاته ايه بالظبط، وتحديدا الثلاث مراكز اللي عليهم خلاف حتى الان، سواء كان الباك الشمال او لاعب الارتكاز او الجناح الايسر اللي هيكون موجود في تشكيل مباراه بكره قدام نادي بيراميدز. طيب لو احنا اخذنا المقياس التمرينه الاخيره للزمالك، هتلاقي انه في مفاجاتين موجودين في التشكيل بكره، اللي هم ناصر ماهر مش في الملعب لصالح محمد شحاتة، زياد كمال، محمد شحاتة، عبد الله السعيد في نص الملعب، والمفاجأة الثانية وهو كونراد ميشلاك يبدأ على حساب مصطفى شلبي. جوميز عارف انه بيراميدز معركة نص الملعب مختلفة تماما، الضغط اللي هيتعمل من عبد الرحمن مجدي وأجولا او ابراهيم عادل او رمضان صبحي هيكون شرس جدا، وبالتالي عايز حد يكون تمانية بدني قوي شرس بيندفع زي محمد شحاتة رايح ومهاجم المساحات بشكل مباشر، زياد كمال السهل البسيط للاستلام والتسلم، وعبد الله يبقى عنده الحريه الكافيه اللي يتحرك بيها، بالذات ان كونراد اول مره ممكن تجربه في مباراه رسميه زي دي، انه رايح راجع طول الوقت وبادئ بيه. زيزو والجزيري طبعا الواجبات الدفاعيه اقل من نص الملعب شويه، فيبقى دي فكره موجوده عند جوميز، وده اللي كان ظاهر في اخر تمرينه موجوده. بالمناسبة ما يدعم هذه النظرية انك اللي تعرف تجربه قدام بيراميدز يختلف عن بعد كده لو هتواجه الاهلي، حتى لو سيراميكا عمل المفاجأة. يعني المباراة رقم واحد فيها هامش التجربة، هامش مش كبير لكن هامش، عندك اوراقك على الدكة تقدر تغير في اي وقت، عندك الفرصة انك تفكر في حاجة، وبالتالي ده الشاهد من التمرين. اللي يحصل ده موضوع تاني، لكن دي اخر الاخبار اللي جايه من معسكر نادي الزمالك في الوقت الحالي. طيب موضوع تاني خاص بنادي الزمالك، احنا بقالنا ايام يا جماعه بنتكلم على فكره، معرفش الفكره ظهرت وتوحشت بهذا الشكل ليه، وهي فكره انه في بعض الانديه في الدوري المصري تفضل التعامل في صفقات اللاعبين مع الاهلي على حساب الزمالك. كابتن احمد سليمان ذكر ذلك في حديثه الخاص الاسبوع الماضي عن بعض الانديه اللي بتفضل انها تتعامل مع انديه بعينها عن انديه تانية، انه وده اللي كان مركز عليه بشكل شخصي، انديه الشركات، انت ما بتكسبش كتير، بتصرف، مش بتسيب اللعيبه تحترف او تطلع، طب ليه التعامل بيختلف؟ او ليه مش بتبيع اللعيبه؟ واضاف لهذه الفكره كابتن ياسر ريان لما قال انه حاله احمد ياسر ريان مع نادي زي سيراميكا، هو كان عايز الزمالك وكان ماضي، لكن سيراميكا اقر بانه لا، ده مش هيحصل، هيروح البنك الاهلي. ثم ظهر الاستاذ معتز البطاوي عشان يدافع عن وجهه نظر فريقه ويقول انه انا كنادي سيراميكا اللي يجي لي من الاهلي ما يروحش الزمالك والعكس، وده اتفاق والعقد شريعه المتعاقدين وده اللي عندنا. ده المشهد. نقول بقى التفاصيل، لان ده الكلام اللي قدام الكاميرات، لكن اللي ورا الكاميرات موضوع تاني.
الحقيقه انه الزمالك من بدايه التفاوض لحد النهارده مع كل الاسماء اللي عدى عليها من الثلاث انديه دول تحديدا، السيراميكا رقم واحد، زد رقم اثنين، بيراميدز رقم ثلاثه، وهو عنده صعوبات ليها اسباب كتير، منها التاخر، منها عدم وجود سيوله ماليه كافيه تقدر تحسم صفقات من بدري جدا، ومنها ان انت مش في السوق لوحدك. فخد بقى الكلام اللي هو بين السطور. اولا كان في اجتماع مجلس اداره حضر كل الناس في وقت سابق. الاجتماع ده كان ممكن يوصل لمرحله ان الزمالك يطلع بيان يقول فيه لا للتعامل مع سيراميكا، لا للتعامل مع زد، لا للتعامل مع بيراميدز. او على الاقل ناديين من الثلاثه. اشمعنى؟ قصه سيراميكا مع احمد ياسر ريان، مع رمضان بكم، مع اوجولا طويله جدا. وكل لاعب عنده قصه من شكل. اوجولا كان التفاوض مع بيراميدز، خلاص بيراميدز كيش وتمام والاتفاق تم فكانت منتهيه. ومساله لعيبه اللجان الاهلي ما تروحش الزمالك ده كان برضو موضوع منتهي. اللي حصل في الاجتماع ده انه في احد الاصوات العاقله داخل مجلس الاداره قال فكره مهمه جدا. طبعا احد الاصوات العاقله ده مش معناه انه الباقي عشان الناس بتاخد معانا على الكلمه، فبقول انه حد قال فكره كويسه يعني، ده غرض الكلام. حد في الاصوات اللي موجوده قال فكره ممتازه، وهي انت بتقول انه انا مش عايز اتعامل مع سيراميكا او مع زد او مع بيراميدز. حلو الكلام؟ طيب لو انت اتكلمت وقلت الفكره دي، هل لما يكون انت عندك لعيبه عايز تسوقها مش هتوديها الانديه دي؟ يعني تم مثلا طرح مثال لحمدي علاء وماجد هاني اللي راحوا زد، هتوقف المصلحه عشان المقاطعه؟ سؤال. الفكره ثانيه، علاقه ايه اللي بيراميدز وحشه وانت واخد منهم عبد الله السعيد وانت عمال رايح جاي في مساله سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه واسماء كتيره جدا وعمر جابر وغيرها من الاسماء اللي انت رايح جاي معاها؟ دونجا. فايه العلاقات السيئه اللي ممكن تسمح بده؟ زد التعامل بينك وبينه اصلا لاسباب كتير، من المجلس اللي فات بالمجلس ده على صعيد قطاع الناشئين والشباب ممتازه. الفكرة الوحيدة أو النقطة الوحيدة اللي عند زد غير بقية الأندية إن زد وإدارة زد تدين بالفضل بشكل واضح للنادي الأهلي إنه ساهم معاهم إن هم يعملوا فرقة. يعني زد ده كان التكوين بتاعه لعيبة كانت من الأهلي أو خارجة من الأهلي أو أتم الاتفاق مع الأهلي على مجموعة من اللعيبة. وبيكون خيار اول للانتقالات. بالمناسبه سيراميكا عنده جزء من الموضوع ده، انه الاهلي مثلا لما اعاره يوسف عبد الحفيظ بيومي، ما هو في حاجات فيها استفادات واضحه، لكن زد تحديدا كان عنده القصه دي اكثر من اي نادي. بالمناسبه على قصه زد دي في نقطه ظريفه جدا في الموضوع ده، انه زد لما عمل ده، يعني نقول بس الاسماء: علي لطفي، شادي حسين، مصطفى سعد، ميسي، مصطفى فوزي، احمد سيد عبد النبي، حمدي ياسر، ومحمد اشرف. ده اسماء كتيره موجوده في زد، لدرجه انه لما كان في كلام ان علي لطفي يرجع الاهلي، زد ما كانش عنده مانع، لكن علي اللي رفض لان حس ان اختياراته هنا قليله. فدي قصه زد يعني. ففي اجتماع الزمالك نرجع له من تاني، حد اتكلم انه يا جماعه التعامل مع الانديه دي لازم يفضل لانك هتعوز تسوق لعيبه. ممكن ازود جمله، الانديه دي وغيرها كان ممكن لعيبه من اللي عندك تروح لو العلاقات كمان افضل. يعني محدش بيعرف يشتري غير لما بيعرف يبيع الاول. فدي نظريه مهمه جدا جدا في الموضوع، وبالتالي في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها دي لا وجود لاي بيان الزمالك او حتى من غير بيان يمنع التعاقد مع الانديه دي او التعامل معاهم بشكل او باخر بيع وشراء، لانه في النهايه هتخسر من حيث الشراء وهتخسر اكتر من حيث البيع، بالذات انه التلات انديه معاهم فلوس، دول اللي بيشتروا. فده الموضوع اللي كان موجود في الزمالك. طيب بيراميدز، ايه الاخبار بالنسبه لنادي بيراميدز؟ اولا يورتشيتش من معسكر تركيا عنده فكره عمال بيجرب فيها لسبب. ايه السبب؟ ان عنده اجنحه كتير، بمعنى ان انت عندك عبد الرحمن مجدي وعندك مصطفى فتحي وعندك صديق أجولة وعندك إبراهيم عادل، الأربعة جامدين جدا، فكيف تجد مكانا لرمضان صبحي؟
ولو مراسلنا جاهزين يخشوا معانا نتكلم برضو في موضوع التشكيلات ده. طيب، رمضان في ذهن يورتشيتش جربه على استحياء الفترة اللي فاتت كبلاي ميكر، وفي مباراة الزمالك قد يكون رمضان صبحي هو صانع ألعاب بيراميدز قدام الزمالك بأربعة اتنين تلاتة واحد، مختلفة عن أربعة تلاتة تلاتة المعتادة، على أن يكون عبد الرحمن مجدي ناحية اليمين، صديق أوجولا الذي تفوق في أواخر التدريبات بدنيا في الضغط العالي من قدام، سجل تهديفي بهيستوري على إبراهيم عادل كبداية المباراة، وفيستون مايلي يقود خط الهجوم. بالمناسبة، نقطة ثانية موجودة هنا مهمة، هو أنه يشعر يورتشيتش أن أمر ما سيكون مفقود في نص الملعب بابتعاد وليد الكارتي، يعني الكارتي مصاب، فوجود رمضان في المنطقة دي هو لهدف تاني كمان غير قوته الجسمانية انه القدرة على الاستلام وظهره لنصف الملعب الاخر، هو انه هيساعد في البيلدب. ممكن اقول حاجة في سطر، لو رمضان نجح في هذا الاختبار الفايدة ليه هتبقى قوية جدا، لان رمضان واحد من اللعيبة اللي بدنيا جامدين، لو قدر يتقن هذا الدور في نص الملعب، لانها في الكوره بقى يا ده على الورق، لكن في الكوره في الملعب رمضان هياخد خطوتين لورا، فيبقى كانها 4 3 3 برمضان جزء من 8 وجزء من 10. فلو ظبط دي ممكن مسيره رمضان تروح في منطقه تانية تبقى تبقى من مسيرته. يعني في العموم عندنا عمرو نبيل مراسلنا موجود في الامارات يتابع المعسكر الخاص بنادي الزمالك، يتابع المعسكر الخاص بنادي بيراميدز، ناخد منه آخر الأخبار عن التدريبات وعن التشكيل المتوقع لكلا الفريقين قبل قمة بكرة. عمرو، مساء الخير عليك، اتفضل. مساء الخير عليك العزيز زميل عزيز طبعا محمد المحمودي، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي شبكة قنوات اون تايم سبورتس. خلاص يا محمودي، كل ذاكر، كل اجتهد، الكل حضر، الكل يعني اشتغل طبعا في حدود يعني المتاح عنده من امكانيات بقى على مستوى اللاعبين، على مستوى التدعيمات، ميركاتو، الزمالك، بيراميدز، كل طبعا الانديه المشاركه في السوبر المصري. لكن الجميل بقى الروح النهارده اللي بنشوفها الجميله النهارده ما بين لاعبي جميع الفرق طبعا اللي بيشاركوا في التدريبات اثناء مغادره التدريبات اثناء وصولهم للتدريبات، لكن طبعا كل ده يحسب على الاستقبال الرائع من مجلس ابو ظبي الرياضي لكل الفرق المشاركه وكل تقديم الدعم لجميع الفرق من اجل طبعا اظهار السوبر المصري في احلى صوره. خليني اقول لك ان دلوقتي ان السوبر ما ليس ما بين جماهير اهلي وزمالك بس، هنا في ابو ظبي امتد للجماهير العربيه المتواجده، يمكن ستجد بكره غدا في مباراه الزمالك وبيراميدز هتلاقي مثلا يعني مشجعين لنادي الزمالك من المغرب، مشجعين من تونس، ستجدهم ان شاء الله في مباراه الغد امام نادي بيراميدز. ايضا ستجد برضو بعض المتابعين لبيراميدز، طبعا ليست اعداد كبيره لكن هناك الاعداد موجوده لنادي بيراميدز. محمودي، خلينا اقول لك النهارده كان يوم التصريحات الناريه طبعا والقويه في المؤتمر الصحفي، بدايه طبعا من مؤتمر الصحفي الخاص بنادي بيراميدز ومديره الفني كونسلاف يورتشيتش، وايضا احمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز ومنتخبنا المصري طبعا السابق. النهارده علق النهارده على موضوع انضمام المنتخب المصري، قال لك ارجعوا لكابتن حسام حسن واسالوه في حته عدم اختياري في قائمه المنتخب المصري. يورتشيتش طبعا استغرب النهارده من كم الصحفيين المصريين النهارده بيقول انتوا ما بتجوش ليه ماتشات بيراميدز، قالوا له طبعا ده السوبر المصري، ستجد طبعا اعداد كبيره جدا من الجماهير. كمان نتكلم النهارده ان الزمالك بيمتلك سكواد متميز جدا، بيمتلك لاعبين متميزين ولاعبين قادرين على احداث الفارق، وايضا يعني سيقدم ليهم يعني كل الاحترام على المستوى الفني داخل الملعب من خلال طريقه لعبه في هذه المباراه. يمكن كمان يمكن المؤتمر الصحفي اللي كان نادي الزمالك طبعا بعديه كان موجود جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك برفقه طبعا عمر جابر. النهارده كل اشياء بتصريحات عمر جابر النهارده كان فيها شيء من يعني البساطه، شيء من يعني التصريحات النهارده متزنه من عمر جابر طبعا عند حديثه عن منتخبنا المصري واستبعاده، قال يعني ان دي حاجه تخص الكابتن حسام وهو بيكن ليها كل الاحترام. ايضا يمكن جوميز
عايز النهارده اتكلم عن قوه ايضا فريق بيراميدز، وهو بيمتلك لعيبه متميزين جدا، ويمتلك طبعا يعني عناصر يعني قادره على يعني احداث الفارق طبعا، لكن هو هيعمل بشكل كبير جدا على الفوز في هذه المباراه. وقال ان طبعا اغلق صفحه السوبر الافريقي خالص، وبدا يركز عشان عارف طموحات نادي جماهير نادي الزمالك كبيره. يمكن النهارده كمان الملفت والجميل العامل النفسي النهارده اشتغل الجوميز فيه على احمد فتوح عند الحديث طبعا احد الصحفيين، او سؤال احد الصحفيين عن احمد فتوح وعودته لنادي الزمالك. قال طبعا احمد فتوح من اللاعبين المتميزين جدا، ولازم ندعمه نفسيا، ولازم نقف معاه وناخد بايده ونطلعه من المحنه الصعبه اللي تعرض ليها طبعا خلال الفتره السابقه. يتكلم كمان ان فتوح يعني بلغه الكوره كده يا محمودي، قال لك فتوح لاعب كوره بتاع كرة شوارع، الكرة اللي بتحبها الجماهير كرة القدم المصرية. يمكن كمان خلينا أؤكد لك طبعا عن كل فريق النهاردة، سواء بيراميدز أو فريق نادي الزمالك. في ختام التدريبات النهاردة محمودي، كلا الفريقين وكلا المدربين تدربوا على ركلات الجزاء، ربما المباراة تذهب إلى ركلات الجزاء الترجيحية طبعا، وده وارد جدا. يمكن ده يعني قلب بيه كرة لأي فريق في طبعا في مباراة فيها ركلات جزاء بيتدرب عليها بشكل خاص طبعا. دي حاجة بتبقى مهمة جدا نتيجة إن أنت تعود اللعيبة على هذه المواقف. خليني أقول لك كمان إن طاقم التحكيم الخاص بمباراة الغد، وهو طبعا بقيادة الكابتن محمد معروف، ويساعده طبعا محمود أبو الرجال مساعد اول، وهاني خيري مساعد ثاني، حكم رابع محمود ناجي، حكام الفار طبعا على الفار الاول محمود الكابتن محمود عاشور والكابتن عمر فتحي. يمكن كمان في اطار حديثك عن تشكيل نادي الزمالك طبعا في مباراه الغد، ومتوقع طبعا يعني هنقول توقع وليس طبعا تشكيل اساسا، وتشكيل توقع من نتيجه طبعا تواجدنا في تدريبات نادي الزمالك. محمد عواد سيكون في حراسه المرمى في مركز الباك رايت، عمر جابر طبعا بنتايك في مركز الظهير الايسر، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي المدافع التونسي طبعا في قلب الدفاع. لكن وسط الملعب عامل زحمه عند جوزيه جوميز، وعارف ان المركز دوت طبعا بعد اصابه دونجا في مع معسكر منتخبنا المصري، لكنه طبعا عنده بدائل كثيره في وسط الملعب. زياد كمال، عبد الله السعيد، مفاضله طبعا ما بين ناصر ماهر ومحمد شحاته، احمد مصطفى زيزو طبعا على الجناح الايمن، مشلاك في الجانب الايسر، او مصطفى شلبي. سيف الدين الجزيري سيكون يعني هو مهاجم الزمالك في مباراة الغد. يمكن كمان ناصر منسي بعد تألقه في السوبر الأفريقي سيكون ليه دور طبعا في مباراة الغد. خليني كمان أكلمك عن تشكيل نادي بيراميدز في مباراة طبعا الغد بسرعة كده محمودي. يمكن أحمد الشناوي حارس المرمى بشكل كبير جدا، محمود مرعي و اللاعب احمد سامي في خط الدفاع، في مركز الباك رايت محمد الشيبي، محمد حمدي في مركز الظهير الايسر، وسط الملعب هناك طبعا مهند لاشين، وبلاتي توري على الجانب الايمن، مصطفى فتحي سيكون هو الخيار يعني اللي بان في تدريبات طبعا المدير الفني كونسلافي ريشيتش. يمكن عبد الرحمن مجدي ظهر في الصوره، وطبعا تالق في معسكر تركيا اللي قام طبعا في مدينه تركيا، وخاض الفريق العديد من المباريات. لكن المفاجاه غدا طبعا المفاضله ما بين الثلاثي ابراهيم عادل ورمضان صبحي وصديق جولا، مين هيلعب زي ما انت اتكلمت من شويه، مين هيلعب الجناح اليمين؟ جولا متالق ومكسر الدنيا وجاي فايق وكل حاجه، وابراهيم عادل طبعا في ظل اصابه الكارت دي طبعا عملت مشكله كبيره عند المدير الفني لبيراميدز كرونسلاف يوريتشيتش. لكن يعني شكل الخط الهجومي خلاص هناك استقرار بشكل كبير جدا على الكونغولي فيستون مايلي طبعا بعد تالقه في السيزون السابق. محمودي يمكن دي الصوره الكامله اللي حاولنا طبعا ننقلها لك ولكل مشاهدي متابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. اكيد السوبر المصري له طعم خاص على شاشه اون تايم سبورتس، ولسه طبعا مستمرين مع هاتريك وتغطيته الخاصه للسوبر المصري. الان نعود لك وكل مشاهدي متابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس. شكرا ليك عمرو نبيل، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. وطبعا التشكيل متوقع زي ما قلنا، هو المتوقع مش الرسمي، لكن ده بحكم اخر الحصص التدريبيه الخاصه بالفريقين سواء الزمالك او بيراميدز. يعني بس على ذكر بيراميدز والمؤتمرات الصحفيه، في جمله بس عايز اقف عندها. احمد الشناوي ذكر في المؤتمر الصحفي بعد سؤال عن كابتن حسام حسن بانه المساله مش فنيه، الراجل شايف انه بيراميدز عامل موسم ممتاز في الدوري، تاني الدوري، واخد الكاس، جاي السوبر، فبالنسبه له هو المساله مع كابتن حسام مش فنيه. الموضوع ده يا جماعه
محتاجين نقفله لانه هيعدي على لعيبه كتير جوه بيراميدز. كابتن حسام بريء من كل القصص دي لاسباب واضحه. اولا حاله الشناوي تحديدا، هو انه الشناوي جه معسكر مع كابتن حسام حسن. كابتن حسام بالنسبه له موضوع المراكز وانا رقم كام ولازم العب والحاجات دي مش موجوده. فشناوي وهذا حقه في مواضيع الاتنين معاهم حق. شناوي شايف انه كل عمره اللي عداه هو احتياطي بيظهر في اوقات معينه مع المنتخب المصري، بعد كده شايف نفسه في بيراميدز دلوقتي هو الاحق انه يكون موجود ويبقى رقم واحد او رقم اتنين في مخيلته يعني، فهو شايف ده. كابتن حسام مش شايف ده، وبالتالي حقنا للدماء بلاش. قناعات مدير فني بحته بان انت ترتيبك بالنسبه لي مش زي ما انت فاكر. انت عندك حق وانا عندي حق، انت براحتك وانا براحتي. دي حاله شناوي. حاله بقى لاعبي بيراميدز، حسام حسن لما كان بيدرب بيراميدز قعد 11 مباراه ما اتغلبش، كسب 6 تعادل 5. هو مشي علشان الخمس تعادلات كان اخرهم التعادل قدام الزمالك 3-3. قيل انه الحضري كان بيتكلم في القصه دي، انه اللاعبين كان ليهم سبب وان هم غرف خلع الملابس وكلموا ملك النادي انه كابتن حسام والدنيا مش ماشيه و و وبتاع. هذا الكلام لم يحدث. هذا الكلام قد يكون له علاقه بلعيب واحد جوه الفرقه. انا بجيب لك من الاخر. الشاهد على ده ان بقيه اللعيبه الاسباب الموجوده غير كده خالص. بمعنى قفشه لما وصل حسام حسن كان اصلا لعيب احتياطي، عبد الله اللي بيلعب. لما حسام جه ادى لقفشه الفرصه. عمر جابر، عمر جابر كان موجود في فتره بيراميدز دي بلسان حاله هو، ما كانش فورمه النهارده. يعني النهارده نناقش موضوع عمر جابر، لكن هل ايام بيراميدز كان حسام حسن ظالم عمر جابر؟ ما اعتقدش. حاجة تانية انه رجب بكار ده بتاع حسام ابراهيم. يعني ده كان الظهير اللي هم شايفين ان هم عملوه وكبروه وبيدوله الفرصة، وبيتقال ان رجب بكار ده حاجة من صنيع حسام ابراهيم زي لعيبة تانية. كويس؟ فلعيبة بيراميدز بشكل عام ما كانش فيه مشكلة تستدعي ان حسام حسن يستبعدهم لمشاكل شخصية. عمر كمال كان في تجربة المصري اللي زعل عمر كمال من كابتن حسام انه لما راح الاسيوطي ورجع جاله عرض من ام بي برقم كبير. فكابتن حسام رغم ان عمر كمال ما كانش في ذهنه، ما كانش معاه، قال لهم لا انا عايزه يقعد. فعمر كمال زعل. ده كان الخلاف. ده كان الخلاف. قصة من الماضي وانتهت. ملهاش علاقة بعداوات شخصية. ده الموضوع. فكرة بقى انه النهارده تناقش ان عمر جابر كابتن حسام يستحق انه يكون موجود في المنتخب، تمام، لا تعارض. لكن بس هي النقطة ملهاش علاقة بحاجات قديمة، مش حاجات شخصية قديمة ساهمت ان الناس دي ما تكونش موجودة في المنتخب. ممكن قناعاتك الجمهور ينتقدها، الإعلام ينتقدها، كويس، هو يتقبل ده وده عادي جدا في أي مكان في العالم. لكن شخصنة الأمور بأنه الأسباب مش فنية، إنه في حاجات جوه الحاجات، هذا الأمر مش مظبوط بأي حال من الأحوال. طيب قبل ما نروح على الأهلي والسيراميكا، تعالوا مع زميلنا عمر مختار، نقدر عمرو مختار نشوف الأخبار في كواليس الفريقين، في التشكيل المتوقع لكلا الفريقين، الدنيا أخبارها إيه في الإمارات بين الأهلي وبين سيراميكا. عمرو مساء الخير عليك، اتفضل. مساء النور عليك زميل عزيز محمد المحمودي، مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام. خلاص ساعات وينطلق موسم جديد، وموسم يبدأ بكأس السوبر المصري بمشاركة 4 من كبار الدوري المصري. خلينا أقول لك أولا ما يخص النادي الأهلي، أو ما يخص أولا البطولة، غدا إن شاء الله مباراة الزمالك وبيراميدز سوف تقام في الساعة 4:05 بتوقيت مصر، 5:05 على طول بتوقيت ابو ظبي هنا، يبقى الفرق ساعه. النادي الاهلي وسيراميكا هتبقى الساعه 8. اعداد التذاكر في مباراه النادي الاهلي وسيراميكا، يمكن نص الملعب او تلتين الملعب خلاص اتحجز، ولسه ممكن نشوف برضو امكانيه الحجز بكره، ممكن الملعب يكون مليان بكره. لكن اللي تم حجزه بالكامل او بنسبه 95% تم حجز مباراه النهائي بدون بقى علم يعني الطرفين هيكونوا مين، لكن تم خلاص 95 نفس
حجز التذاكر بتاع مباراة النهائي بنسبة 95%. طيب ما يخص النادي الأهلي، طبعا النادي الأهلي اتمرن أمس والنهاردة اتمرن الساعة 6 بتوقيت هنا أبو ظبي. خليني أقول لك النهاردة اليوم النادي الأهلي مش إزاي، كانت فيه محاضرة فنية بعد الغداء، يمكن مستر كولر وضح بعض الأمور، نقاط القوة والضعف لدى فريق نادي سيراميكا كليوباترا. يمكن مستر كولر يعني جابوا له فيديوهات كتير قوي، مدة الفيديوهات مثلا 3 ساعات عن فريق نادي سيراميكا كليوباترا، رغم ان سيراميكا كليوباترا عندها تدعيمات كبيرة، لكن هو قعد في الطيارة يتفرج على حوالي 2 ساعة لهذه الفيديوهات. طيب بعد كده ذهب هو ومحمد الشناوي الى المؤتمر الصحفي، طبعا شفناه وتم نقله عبر شاشة قناة اون تايم سبورتس. طيب الفرقة اتمرنت الساعة 6، يمكن التمرين كان دايما الكابتن محمود الخطيب دايما متواجد، الاستاذ محمد الضمات رئيس البعثة دايما متواجد، الجمهور بيبقى بره بعيد، يعني خلينا الملعب اللي بيتمرن فيه النادي الاهلي او بيتمرن فيه الاربع فرق هو بعيد شويه عن الاجواء السكنيه، بعيد شويه عن الضوضاء، بعيد شويه عن الفنادق، يعني في مكان متميز اللي انت تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه او الجمهور ما يوصلكش. رغم كده كان في عدد بيبقى متواجد، عدد مثلا نقول بتاع 50 60 شخص من جمهور النادي الاهلي متواجد امام الاتوبيس، بيبقى حاجز امني كده، اللعيبه وخارجه ممكن تتصور تسلم عليهم تمضي على التيشيرتات. كابتن محمود الخطيب اول ما شافهم راح اتصور معاهم، راح مضلهم على التيشيرتات، قال لهم خليكم ورا الفرقه، انتوا هنا الدرع بتاع النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو درعه هنا في ابو ظبي. طب الفرقه النهارده كان جزء بدني جزء خططي. طيب كان في محاضرة الأول قبل ده كله، كان في محاضرة حوالي 10 دقائق قبل بدء التمرين. طيب مستر كولر خليني أقولك، يعني الواحد الله يكون في عونه، يعني كل اللعيبة أدت بشكل كبير جدا 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 من ساعة ما جينا هنا أبو ظبي، يمكن عيون اللعيبة في عيون لعيبة النادي الأهلي هي الإصرار والحماس، يمكن تحس ان النادي الاهلي ما خدش ولا بطوله السنه اللي فاتت، ما خدش ولا بطوله، يمكن خسر البطولات كلها وعايز يكسب البطوله دي بسبب بقى خسارته بطوله كاس السوبر الافريقيه، والجمهور زعل ان جمهور النادي الاهلي واخد ان على طول النادي الاهلي بيكسب، النادي الاهلي بيفرح جمهوره، ده اللي شفناه في عيون اللاعبين. فتقدر تحط تشكيل في بعض الاساسيين هيكونوا موجودين، لكن اللعيبه كلها بشكل كبير جدا، وحتى يعني القايمه 29 لاعب، كل اللعيبه بيشاركوا في التمرينات، حاجه يعني ما اقدرش اوصف لك، يعني بصراحه كله حماس، كله بيأدي ما لديه بشكل كبير جدا وشكل اكثر من رائع. طيب النهارده النادي الاهلي ان شاء الله كان حضر، كان ندوه قيمه قبل الغداء بلجنة الحكام في بروتوكول تعاون كده في هذه البطولة، يمكن الكابتن إبراهيم نور الدين اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين كلهم، شرح لهم بعض الحاجات المعينة أو القواعد المعينة في هذه البطولة، القواعد التحكيمية اللي هتكون اللي هتطبق في هذه البطولة. حكم اللي هيدير اللقاء الفار وائل فرحان، الكابتن أحمد الغندور حكم للصفار. على الجانب الآخر سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا يمكن هي الفريق اللي هي جايه قبل اي حد هنا ابو ظبي، جايه من يوم 10/10، الكابتن ايمن رمادي لعب مباراه وديه واحده خسر فيها، لكن جرب ال11 لعيب اللي هم ضموهم واخرهم كان حسين السيد. ممكن نشوف في التشكيله اللي هي بتاعت بكره بتاعت مباراه النادي الاهلي عنصر او عنصرين من اللعيبه اللي تم ضمهم، من ال11 لعيبه الجداد اللي تم ضمهم. الكابتن ايمن رمادي هو بيقول انا عارف جو ابو ظبي، انا بحب اجي بدري عشان اخلي اللعيبه تتعود على الاجواء، يمكن اللعيبه برده عندها الاصرار عندها الحماس، يمكن اللعيبه بتقول لا احنا قدها نقدر نكسب النادي الاهلي، هنتعلم من درس السنه اللي فاتت وقادرين اللي احنا نحقق الفوز، ولا ولينا طموح، المنافس قوي جدا وهو بطل الدوري وبطل افريقيا، لكن احنا ممكن نحقق المفاجاه ونصعد الى النهائي وناخد كاس السوبر المصري. طبعا سيراميكا كليوباترا كان عندها الدعم الكبير من نائب رئيس النادي الاستاذ طارق ابو العنين المتواجد معاهم من اول يوم هنا في مدينة أبو ظبي. زميل العزيز محمد محمود، يمكن كل أجواء وكواليس قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، أعود ليك، اتفضل.
شكرا ليك عمرو مختار، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. طيب هنروح للاهلي وسيراميكا والتشكيل المتوقع، لكن الاول نختم اللي احنا بدأناه بنهايه موضوع بيراميدز. معايا على التليفون واحد من نجوم نادي بيراميدز سابقا ونجم نادي الاتحاد السكندري في الوقت الحالي، وهو الكابتن عبد الله بكري. مساء الخير عليك ومنورنا ومشرفنا كابتن عبد الله. مساء الخير يا محمودي، دايما بتشرف بيك وانت منور جدا والله. حبيبي شكرا ليك. اولا طمنا على نادي الاتحاد، ايه الاخبار مع بابا فاسيليو؟ لا طبعا نادي الاتحاد نادي كبير، يعني كان انا اتكلم عن نادي الاتحاد، يعني نادي الاتحاد معروف بجماهيره الحمد لله، يعني خطوه كويسه ليا السنه دي، انا طلعت سنه اعاره نادي الاتحاد وكنت يعني بتمنى من زمان ان الواحد يلعب في نادي جماهيري زي نادي الاتحاد، ان انت احيانا الانديه الجماهيريه انت احيانا تبقى لعيب عايز ضغوطات، عايز ناس على طول طبعا بتبقى عايز على طول في بريشر عليك ان انت عايز تنجح، حد بيحاسبك، ان الانديه برضو ثانيه انديه كبيره وبيبقى ليها طموحات وليها حاجات عايزه تحققها، بس في نفس الوقت لو ما اتصدمتش مع ان انت يكون ليك ضغوطات وراك بره الملعب بتعاني احيانا شويه، لو انت كسلت، لو انت احيانا لما بتخسر الاجواء بتبقى عاديه، الانديه الجماهيريه زي الاهلي والزمالك الاتحاد السكندري المصري الاسماعيلي، الانديه الجماهيريه العنصر الجماهيري ده عنصر مهم جدا، فانا الحمد لله يعني خطوه كانت كويسه ليا بالنسبه لي بداتها مع الحاج محمد بن صلحي طبعا اول ما كلمني، طبعا كان ليا الشرف وان شاء الله تبقى سنه كويسه لينا نادي الاتحاد، احنا عايزين نعمل حاجه السنه دي، معانا لعيبه كبيره السنه دي ومعانا طبعا عايزين نعمل حاجه ان شاء الله، والناس عندها يعني طموحات كبيره وامال كبيره في الفريق، يعني تدعيم خط الدفاع اللي كان منتظر، انت وصلت، محمود متولي وصل، فالناس عندها عشم كبير في الفريق في هذا الموسم غير الاسماء الموجوده طبعا. كره بابا فاسيليو حلوه على الارض ونقل من ورا لقدام وبتاع، اخبار التدريبات ايه واخبار التاقلم على دائره نادي الاتحاد؟ بصوا مثل بابا فاسيليو يعني انا اتمرنت مع مدربين اجانب كتير، حتى في بيراميدز كان معانا كذا مدرب اجنبي، بس يعني بابا فاسيليو مختلف ان هو واقعي، يعني واقعي، ومش كل المدربين احيانا اللي هي بتبقى عايز تلعب كوره جميله وانا هو عنده غرض التحضير وغرض ان انا ببدي الهجمه من ورا، انا مش بحضر لغرض ان انا بحضر بس او ان انا ببني هجمه من ورا، لا انا بحضر عشان يبقى عندي مساحات في ظهر المنافس ان انا اقدر العب فيها، لو الفريق الخاص ان انا بلعب قدامه وجيه في نص ملعبه ضغط على ضغط عالي يبقى عندي مساحات في ظهره ان انا العب، عنده كذا اوبشن، عنده حلول كتير، يعني طبعا مش هقول لك كل البلان اللي الراجل بيقولها لنا، بس يعني في شغل بيتعمل والراجل الحمد لله بشكل كبير بيبدا يحفظ اللعيبه، الراجل بيهتم بكل معلومه بكل تفاصيل، هو ممتاز بصراحه، يعني انا شفت شغله في الملعب كذا مره حاجه ممتازه، يعني منظم و تعمل مع اللعيبه الكبيره واللعيبه الصغيره باحترام، فان شاء الله تبقى سنه كويسه لينا كلنا على صعيد الاداره وصعيد الجماهير واللعيبه وباقي السنه ان شاء الله. طيب هرجع بس خطوتين لورا مع بيراميدز، لانك اكيد تابعت المشهد النهارده عن انه بشناوي شايف انه سبب استبعاده عن منتخب مصر مش فني، دايما الكلام على فتره كابتن حسام مع نادي بيراميدز، وانت واحد كنت من الناس اللي موجوده وعصرت هذه الفتره كلها، يعني هل كان في حاجه خارجه عن المالوف، خارجه عن الطبيعي ما بين علاقات اللعيبه زي عمر جابر زي احمد الشناوي وغيره وغيره مع كابتن حسام، ولا كل ده كلام فاضي؟ لا بص انا من اول سنه في بيراميدز لحد يعني قعدت 3 سنين في النادي وحد عصرت كابتن حسام، لا ما كانش فيه اي مشكله، ما كانش فيه اي حاجه، بالعكس يعني كابتن حسام هو شخص يعني ملتزم، شخص بتاع شغل، احنا كنا التمرين فيه نظام، المعسكر فيه نظام، والشناوي وعمر اي لعيب من اللي انت قلتهم، لا اللعيبه دي كانت ملتزمه واللعيبه دي كانت لعيبه كبيره معانا في الفرقه، عمر ما حد فيه معاهم مشكله وعمر ما حصل مشكله، ممكن وارد في اي وقت من الاوقات يكون حصل حاجه انا ما يعني اللعيبه مثلا شافتها او حصلت قدام اللعيبه كلها، فاهمني؟ كنت في اوضه اللبس او كلعيبه، لا اللعيبه كلها كانت ملتزمه مع كابتن حسام، وعايز اقول لك ان احنا كنا من احسن الفترات لينا مع كابتن حسام، حقيقي احنا قعدنا 11 مباراه 6 فوز 5 تعادل، ما خسرناش ولا ماتش، صحيح كسبان الاهلي، متعادل مع الزمالك في الماتش التاريخي 3-3، يعني كنا عاملين جيم كويس جدا، هو كابتن حسام انا يعني انا راجل عاشرته واتعاملت معاه، هو راجل بيحب ينجح، عايز على طول يبقى يكسب، عايز على طول يبقى عنده شغف للمكسب، ده لو بيلعب في التقسيم ما بيحبش يخسر. طبعا انا هسالك سؤال على ذكر موضوع بيراميدز واللعيبه ده، بس جاوب عليها بصراحه، يعني انت كنت شايف كل حاجه بتحصل في الـ3 سنين، هل من قريب او من بعيد
تم طرح فكرة أنه رمضان صبحي يرجع الأهلي تاني أو يروح الزمالك أو أنه مش مبسوط في بيراميدز، هل ده حصل في أي وقت من الأوقات؟ بس أنا كعبد الله يعني حتى لو اتطرحت مش هتبقى قدامي، إن الحاجات دي بتحصل في الأوض المغلقة زي ما يقول. إن أنا كلاعب ممكن اللعيب زميلي مثلا هو نفسه وعايز يرجع مثلا، لكن هو ممكن الظروف ما تسمحش. واحنا في الكوره خلي بالك لعيب الكوره مهما كان اللي حصل في موضوع رمضان، هو كل لعيب بيبقى عايز ينجح، فهو لو شايف ان هو بينجح في بيراميدز فهو مش هيبقى عايز يروح اي نادي تاني، سواء انا مش بتكلم على الاهلي والزمالك، انا النهارده في نادي وبنجح، فانا ايه اللي يخليني امشي المكان اللي انا فيه؟ مفهوم. نادي الاهلي نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير، بس في نفس الوقت انا عايز انجح. هو ممكن رمضان يكون شايفها من الناحيه دي. وانا قبل كده اتكلمت قلت ان رمضان لما جه بيراميدز، لما كنت انا موجود في بيراميدز، رمضان كان عايز يرجع. انا قلتها وحتى لما قابلته بعد كده بيقول لي انت طلعت، قلت رمضان كان نفسه يرجع نادي الاهلي بعد ما جه على طول. بس بعد ما جه على طول يعني في اول سنه؟ بعد ما جه على طول لسه في النادي، ما كانش لسه شاف الاجواء بتاعت بيراميدز. لا نادي، خلي بالك نادي بيراميدز نادي كبير طبعا بدون نقاش، نادي كبير والاجواء جوه النادي، لا انت اجواء بروفيشنال، انت كل حاجه متوفره لك طبعا. عمرك ما هتطلع مره واحده تنافس الاهلي والزمالك بعد اول سنه ده. لا احنا بص، بعد 5 سنين اول بطوله نادي بيراميدز ياخد بطوله بعد 5 سنين. تمام. ف انا يعني هو المغلقه دي ما اعرفش ايه اللي حصل فيها بالظبط بخصوص موضوع رمضان يرجع ما يرجعش الفتره دي. يعني هو اول ما وصل كان متضايق شويه من الخضه اللي حصل، وبعد كده الامور مشيت تمام. طبعا يا محمود انت لا لعيب طالع من النادي الاهلي. ممتاز، وضحت الرؤية. ماشي، ده مفهوم جدا. طيب حاجة تانية، تصريح انت قول لي اذا كنت قلته قبل كده او لا. هل قلت قبل كده ان انت اهلاوي وكنت تتمنى تروح تلعب للاهلي حتى لو ببلاش، او لا؟ قلت كده قبل كده. طيب اللعب للزمالك كان اخباره ايه؟ لا، وفي نفس الوقت لما قلت كده قلت انا راجل عايز انجح، نفس الكلمة اللي قلت لك من شوية على رمضان. هل انا النهارده النادي الاهلي مش عايزني ونادي الزمالك عايزني؟ انا النهارده راجل عايز انجح، عايز اروح منتخب مصر، عايز يعني اعلي الريت بتاعي كلاعب كوره في مصر. هفضل في النادي مثلا بتاعي ولا هروح النادي اللي هينجحني؟ تروح اللي هينجحك. بالظبط. فانا النهارده النادي الاهلي مش اوبشن بالنسبه لي، مثلا جه لي نادي الزمالك هقول له لا اصلا انا اهلاوي، لا الكلام ده مش موجود في الكوره، اصل ده شغل، انا النهارده شغل، فانا عايز انجح. وفي لعيبه راحت الزمالك وهي اهلاويه وبتموت نفسها عشان نادي الزمالك. في الاخر لازم تبقى الناس فاهمه ان لعيب الكوره ده هو بيشتغل عشان نفسه، ومفيش حد هيحب حد اكتر من نفسه، يعني عمره ما هيحب نادي اكتر من نفسه. مع برضو الوضع في الاعتبار انه اللعيبه اللي ما عملتش كده، اللي فضلت انها تكمل في النادي وتكمل سنينها كلها في نادي واحد، مش غلطانين يعني، كل واحد عنده حسبته في القصه. لا 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 مش غلطانين. هو كل لعيب بيبقى ليه تارجت هو عايز يشتغل عليه. هو ممكن يكون ده بالنسبه له تارجت تمام، بالنسبه له يلعب في نادي مثلا في نص الجدول ما عنديش مشكله. لكن انا بتكلم لو لعيب جاله اهلي وزمالك هيختار هو النادي الاهلاوي فهيروح النادي الاهلي. اوكي. لكن لو لعيب ما جالوش غير نادي واحد ومش هو النادي اللي بيشجعه، بس النادي ده هينجحه هيروح النادي ده. مفهوم. السوبر الاربع فرق شفتهم وعرفتهم ومتابعهم بقالك كتير، توقعاتك ايه للسوبر؟ توقعات ولا يعني تمنيات؟ الاثنين. بص انا يعني قبل ما كنت معاك انا جبت التاريخ بتاع السوبر، يعني من 2001 يعني النادي الاهلي من 2001 واخد 14 سوبر، نادي الزمالك 4، المقاولين والحرس والجيش وواحد. فانت بتتكلم في فرق بجد كبير قوي بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في البطولات. فانت هتقول لي انا اتوقع السوبر ده نادي الزمالك. تتوقع للزمالك؟ اتوقع للزمالك. اوكي. واتوقع الزمالك وسيراميكا في النهائي. الزمالك وسيراميكا في النهائي؟ ده وجهه نظري. وتتمنى؟ اتمنى؟ لا ده ما انت قلت لي ما انت قلت لي ده ولا ده، قلت لك الاثنين. تتوقع الزمالك وسيراميكا في النهائي، تتمنى؟ هقول لك اتمنى بيراميدز عشان ده النادي القديم بتاعي. ماشي، زعلت كل جمهور الاهلي كده، خد بالك. رد يعني اول السؤال قلت ان انت اهلاوي، اخر السؤال طلعت الاهلي بالحسبه خالص. لا 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 انا بكلمك بواقع. مفهوم طبعا. طب ليه فنان استبعدت الاهلي؟ يعني ليه استبعدت الاهلي من القصه خالص؟ هقول لك ايه؟ اتفضل. النادي الاهلي الفترة دي مركز في ماتش الزمالك، انا بفكر انا هاخد حق ازاي بعد الشو والميديا والناس اللي اتكلمت بعد ماتش الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي. فالنادي الاهلي مركز في ماتش الزمالك، طب ما في ماتش فرقة اسمها سيراميكا، فرقة كويسة جدا. النادي الاهلي خلي بالك السنة اللي فاتت كان السوبر سيراميكا كان لاعب الاهلي. صح؟
لعب السوبر ولعب الدوري كذا مره، التقوا كتير يعني. انا بتكلم الماتش اللي هو الماتش خلص كان في اكسترا تايم. ايوه. وخلص كان اللي هو المدافع كان اون جول حاجه زي كده. انت بتلعب فرقه مش سيئه، فرقه لا فرقه كبيره وفرقه عايز تعمل حاجه. فانا توقعي انا 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 الله اعلم الله اعلم، بس يعني اتمنى ان ممكن يبقى ماتشين حلوين بكره، واتوقع ان ماتش الزمالك وبيراميدز ده هيبقى ماتش جامد جدا، اتوقع هيبقى ماتش يعني هيبقى جامد جدا، الناس تستمتع يعني. نستنى ونشوف. كل الشكر ليك، كل التوفيق ليك مع الاتحاد السكندري، وكل الشكر على وجودك معانا كابتن عبد الله بكري نجم الاتحاد السكندري الحالي وبيراميدز السابق. هنطلع لفاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع حضراتكم كلام، هنعدي على الاهلي وسيراميكا ونشوف التشكيل المتوقع وكل هذه الامور، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. في فكرة كولر كان بيطبقها من الأسبوع اللي فات اتكلمنا عنها، وهي ليها علاقة مش بالضرورة السوبر، لكن لأنه مفيش فريق بطل بيستمر بطل الموسم 2 3 4 بنفس الباترن، نفس الأسماء، حتى لو مش بالأسماء بنفس طريقة اللعب بشكل عام يعني، فكولر بيجرب حاجة ممكن من بعد السوبر، ممكن من قبلها، ممكن بلان بي اللي موجودة في أي مكان على مستوى العالم يعني. وهي الأسبوع اللي فات قلنا لحضراتكم إنه كولر بيلجأ لفكرة إنه يبقى فيه لعيب من نص الملعب بينزل علشان يستلم ما بين الاتنين يطلع الفريق بالكورة. كان بيجرب وقتها كريم نيدفيد، ليه؟ عشان ما كانش معاه اللعيبة الدوليين. بعد لما اللعيبة الدوليين رجعوا بدأ كولر يحاول يطبق نفس الفكرة ما بين استخدام مروان عطية هنا ووجود لاعب إضافي في نص الملعب، أو وجود ثلاثة موجودين في قلوب الدفاع. التدريب الأخير بتاع الأهلي بيقول شوية شواهد لا أعتقد أنه موجود عشان سيراميكا، قد يكون موجود ده عشان الزمالك للمباختة بشكل أو بآخر. سبحان الله، أول نعرض التشكيل مع حضراتكم لأنه التشكيل محتاج أنه يتشرح. أولا شناوي زي ما هو، وثلاثة قلوب دفاع منهم أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، الثلاثة على خط واحد، فتح الطرفين لعمر كمال ويحيى عطية الله، ووجود ثلاثة في نص الملعب أفشة وأكرم وإمام وسام أبو علي وبرستاو. المنظر ده يا جماعة هو منظر الاهلي غير مضطر ليه، لانك بتلاعب فرق سواء كان سيراميكا او بيراميدز او حتى الزمالك مش هيجوا عليك بهجمات كتير. يعني الاهلي خسر قدام الزمالك المباراه اللي فاتت في السوبر، الزمالك ما راحش بهجمات كتير، كان حاسم في وقت الحسم، لكن قصدي كميه الهجمات ما كانتش على المرمى بشكل مبالغ فيه. لكن ليه ده معمول؟ ده معمول لانه فكره الضغط العالي اللي الاهلي بيفشل فيها قدام الفرق في اول المباريات هي اللي بتخليه بعد كده ينسحب ترجع لورا. وبالتالي لو نعرض التشكيل تاني، وجود وسام وبيرستاو ومحمد مجدي قفشه تحتهم، هي الفكره هنا علشان دي يعني 5 3 2 او 3 5 2 بوجود وسام وبيرستاو وقفشه هيتزقوا قدام الاثنين، ويكون اكرم وامام على 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 قاعده الارتكاز في نص الملعب، وفاتح بقى الطرفين كاملين لامكانيات عمر ويحيى الهجوميه الممتازه. حاجة أخيرة، إنه التشكيل ده رامي ربيعة يقدر يزيد فيه على الدايرة، يكون جنب أكرم، فأنت عندك أمان دفاعي لو أنت أجلت الباكين أو ثبت واحد منهم ورا، فأنت عندك نفس طريقة اللعب على الأرض، يعني ده رسمة، لكن في الملعب الشكل هيبقى نفس الشكل بتاع كولر، برضه هيبقى أربعة ورا موجودين لو حب إن هو يزق رامي على نص الملعب، نفس الموضوع زي ما هو 4 3 3 لكن بأدوار مختلفة عند اللعيبة. هي فكرة صعبة جدا تكون موجودة بكرة، ممكن تكون موجودة في النهائي أو في أوقات يحتاج الأهلي فيها إنه يعمل ده أو على الأقل يتفرج عليه بشكل من الأشكال. ده بالنسبة للنادي الأهلي. بالنسبة لسيراميكا والتشكيل المتوقع بالنسبة لسيراميكا، لأنه تغييرات كتير في الفريق من بعد الميركاتو الماضي، فالمتوقع هو محمد بسام في حراسة المرمى، ثم أحمد هاني، رجب نبيل، وأحمد رمضان بكم، وحسين السيد في خط الدفاع، محمد عادل اللي شايل كتير الحقيقة في نص ملعب سيراميكا الموسم اللي فات ومع بداية هذا الموسم، قدامه بالحاج وعمر قلاوة والثلاثي زراكا قندوسي وإيبوكا في خط هجوم سيراميكا. هذا هو المتوقع، متوازن إلى حد كبير كابتن أيمن الرمادي، ومع ضيوفنا إن شاء الله في الفقرة الثانية هيكون عندنا حديث فني مهم جدا جدا في هذه القصة. على ذكر سيراميكا، محمد بسام هو أكتر حارس الموسم اللي فات عمل تصديات، صدق أو لا تصدق أنه أصلا ما كانش حارس مرمى. محمد بسام في لقاء خاص مع هاتريك بيكشف عن بعض الأسرار
مع كابتن ايمن الرمادي، واحده منهم ليها علاقه ببنى اللعب اللي في اعتقادي كانت واحده من اهم الاسباب اللي كولر كان في وقت من الاوقات بيفضل وجود هذا الحارس معه في تشكيل النادي الاهلي في وقت سابق. نتابع هذا اللقاء فصل وارجع استقبل نجومنا كابتن احمد سمير فرج وكابتن كريم ذكري للحديث عن الاربع فرق وعن مواجهات السوبر غدا باذن الله، فخليكم معنا بعد الفاصل. انا ما كنت بلعب يعني كنت بلعب ما وقفتش جون، كنت بلعب في الملعب على طول بس، فكنت كان عندي شويه ان انا بعرف اهاجم وبعرف اجيب جوان. وبعدين يعني عمر اخويا برده كان فرويد، العكس بقى كان بيحصل، كان عمر بيقف جون كنت انا اللي بلعب في الملعب، فلما كبرنا اتعكس بقى هو اللعيب هو الفرويد وانا بقيت حارس المرمى. مثلا من 2005 قبل ما اروح اختبارات الجيش كنت بروح اختبارات كلاعب كوره في انديه، رحت المقاولين ورحت سكه الحديد ورحت اختبارات الاهلي، وكنت بكمل شويه كلاعب، بعد كده الاختبارات في الاخر ما بكملش، فعرفت بعد كده ان في اختبارات حراس مرمى في طلائع الجيش، كنت جربته مره كده مع اصحابي يعني اقف جون، فواحد صاحبي قال لي ما تجرب تروح اختبارات تبقى حارس مرمى، ففعلا رحت، كان اول سنه يعمل طلائع الجيش اختبارات فيها، فرحت اختبارات طلائع الجيش حارس مرمى. اول ما دخلت بس شافوا الطول وقال لك لا خلاص انت معانا بقى، وبعد كده نشوف موضوع الحارس دي هتعمله ولا مش هتعمله. انك تبقى حارس مرمى لعبت في الملعب وعندك يعني حساسيه الملعب ده بيفرق معاك، بيفرق معاك شويه انك ممكن تقرا بدري اللعيب اللي قدامك داخل هيحط فين او طريقه حط جسمه هيبقى ازاي، فدي شويه بتفرق معاك بتخليك الى حد ما في كور سابق. لكن طبعا في لعبه كبيره جدا ما يعني ما مهما تعملش تفرق معاها طريقه حطت جسمها او حطت وش رجله في الكوره، فدي يعني بتفرق شويه، بس في لعبة كتير كبيره يعني الحته دي مش بتاثرش معايا قوي. في كابتن ايمن كان يعني بيتكلم معانا وبيتكلم مع الحراس عامه ان احنا جزء مهم جدا من بدايه الهجمه، والهدف مش هيجي من الفرود، الهدف هيجي من بدايه الهجمه من حارس المرمى. فيمكن اشتغلنا من اول السنه على حته ان حارس المرمى لازم يبقى عنده البيلد اب برجله ممتاز، وهو كان عنده جمله شهيره جدا بالنسبه لي انا، دي بتديني ثقه كبيره جدا بصراحه، هو بيقول لك ما فيش حد هيجي ياخد الكره من رجلك بايده، فدي بتديني اريحيه فعلا. يعني انا يوم ما الحارس هيجي يوم ما اللعيب هيجي ياخد الكره لازم هيبقى فيه ثانيتين ثلاثه عقبال ما يقرب او يقطع مني الكره، فدي بتديني اريحيه شويه ان انا اقدر العب برجلي. معظم شغلنا احنا يعني بنخش كتير قوي مع الفرقه في المربعات وفي التقسيمات الاستحواذ والكلام ده، بتلاقي دلوقتي جوان كتير قوي بتعمل اسيستات، تلاقي يعني شفنا مثلا اليسون بيعمل مع صلاح، ايدرسون مع هالاند، فدي بره الحاجات دي يعني انت بتقعد تتفرج وبتحاول تتعلم، في نفس الوقت عندهم دقه كبيره جدا في الباص وثقه كبيره جدا، فبنحاول على قد ما نقدر مع التعليمات اللي بناخدها ان احنا نحاول ننفذ الكلام ده.